اهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامجنا. انا عندي كرش كبير وحشتوني جدا جدا. نظامنا النهاردة هيبقى نظام اسبوعي، وهو هيتكلم عن تخسيس جزء معين من الجسم، وهو الارداف. هو نظام هيتكون من 7 ايام. اليوم الاول معانا هيبقى وجبة الفطار، اول حاجة قطعة من التوست زائد بيضة مسلوقة زائد نص كوباية عصير برتقال. اما وجبة الغداء فهيبقى طبق سلطة بس من غير زيت، زائد ربع فرخة مشوية بدون جلد. وجبة العشاء هيبقى ربع رغيف من الخبز القمح زائد كوباية زبادي. اليوم التاني معانا من النظام المخصص بتاعنا هيبقى وجبة الفطار معانا ربع رغيف برضو من الخبز القمح زائد كوباية زبادي زائد ثمرة من الفاكهة. الغدا معانا هيبقى قطعة من اللحمة زائد سلطة خضار وبدون زيت زائد 4 معالق من الخضار. وجبة العشاء في اليوم التاني هيبقى سلطة خضار بدون زيت زائد 2 بيضة مسلوقة. أما اليوم التالت معانا في النظام بتاعنا هيبقى وجبة الفطار هنبدأ بيها قطعة من التوست زائد 2 معلقة من العسل النحل زائد شريحة من اللانشون واحدة بس. ها، وجبة الغداء هيبقى 5 معالق من الرز زائد 5 شرايح من الجبنة الرومي المدخن زائد طبق من الخضار بدون زيت. اما وجبة العشاء يبقى ربع رغيف من الخبز القمح زائد 2 بيضة مسلوقة زائد سلطة خضار. معانا اليوم الرابع من النظام بتاعنا وجبة الفطار هيبقى ربع رغيف من الخبز القمح زائد 4 معالق فول زائد 4 معالق جبنة بس تكون خالية من الدسم. وجبة الغداء هيبقى طبق من الرز المسلوق، بطاطس مسلوقة زائد طبق من الخضار بدون زيت. وجبة العشاء معانا هتبقى 2 شريحة من التوست زائد شريحة من اللانشون زائد كوب زبادي. اما اليوم الخامس معانا فهيبقى وجبة الفطار معانا حبة واحدة من التفاح، واحدة كوباية من الشاي بالحليب الخالي من الدسم. ووجبة الغداء هيبقى سمكة مشوية زائد طبق من سلطة الخضار بدون زيت. اما وجبة العشاء فهيبقى 2 شريحة من التوست زائد كوب زبادي زائد 4 معالق جبنة خالية من الدسم. عندنا اليوم السادس من النظام وجبة الفطار هتبدأ ب2 شريحة من التوست زائد 2 معلقة من المربى. وجبة الغداء هيبقى نص فرخة منزوعة الجلد زائد طبق من سلطة الخضار بدون زيت. وجبة العشاء هيبقى ربع رغيف من الخبز القمح زائد كوباية زبادي زائد 3 معالق عسل نحل. اما اليوم السابع معانا وهو اخر يوم هيبقى وجبة الفطار ربع رغيف خبز من القمح زائد بيضة مسلوقة زائد ثمرة فاكهة برتقان او تفاح زي ما تحبوا، بس اهم حاجة ما تكونش من الفاكهة اللي مش مسموحة اللي فيها سكريات زي البطيخ او العنب. وجبة الغدا معانا هتبقى طبق من المكرونة المسلوقة زائد طبق من سلطة الخضار اللي بدون زيت او سمنة. وجبة العشاء هيبقى شريحة من التوست زائد كوب زبادي زائد بيضة مسلوقة. هتوحشوني، وبكده يبقى النظام معانا خلص. هتوحشوني، اشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله. ويلا بسرعة، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير للفيديو واشترك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد مننا.